الطاقة الصفراء، لأنه بعد إطلاق الصافرة قام بعاد الكرة بهذا الشكل، استحق البطاقة الصفراء. الأعصاب مشدودة من اللاعبين، هدفين لروما، هدف لليوفنتوس. ما زال فريق اليوفنتوس ضاغط على مرمى حارس المرمى أنتونيوني، وخطأ، وهنا عائد موجود فردي لدى توتي. وشوف الضغط، وشوف الحماس، شوف الإصرار موجود ملعوب كرة عارية لقائم الطائرة. محاولة كانت تتخلص بالقبضة من أنتونيوني لناحية اليمين لترام، ترام ناحية اليمين، محاولة لمطعة يوفنتوس، تتهيأ الكرة لكامبرينيزي، ولكن هجمة مرتدة لمصلحة فريق روما. محاولة وخطأ، ولكن حكم رتي أمر باستمرار اللعب. ملعوب كرة أمامي ممكن التعادل. يا مباراة قوية، مباراة فعلا حلوة جميلة جدا. وهنا إصابة لكاسانو، إصابة لكاسانو وإخراج الكرة. شوف كان احتكاك كاسانو مع ديفيد، وكان إخراج الكرة أيضا من لاعب فريق اليوفنتوس. وهنا شوف الأعصاب موجودة لدى ليما، لأنه شوف ليما مكان مع ديلبيرو. شوف ليما، شوف المسك، شوف القوة، شوف الإصرار. يا ساتر، يا في غيرة، في حماس، في إصرار على الفوز، في رغبة للفوز. شوف الضغط، يا ساتر، في محاولات للفريقين. يظل فريق اليوفنتوس أكثر فريق، شوف الفانيلا، شقت الفانيلا. شوف زميل اللي هو أميرسون يقول يا حبيبي اركض شوي، يعني قاعد يتكلم باللغة البرازيلية أكيد، وقاعد يقول اركض شوي. يظل اللي هو فريق اليوفنتوس 26 بطولة، فريق روما 3 بطولات للدوري الإيطالي. وشوف الروح الرياضية جميلة بين اللاعبين توتي وديلبيرو. هذا هو كاسانو، وكاسانو هو نجم إيطالي قادم للكرة وللمنتخب الإيطالي. وهنا ربما تبديل، مشاهدين المشاهد اللي هو زلايتا، زلايتا الإرجواني المشاهد بدل من زلايتا، تبديل. وهنا خروج كامرونيزي، كامرونيزي هذا اللي قلنا انه ربما يرتدي قميص المنتخب الايطالي، هو يحمل الجنسيه اللي هو كامرونيزي اللي خرج منذ قليل، هو يحمل الجنسيه الارجنتينيه ولكن لم يمثل المنتخب الارجنتيني. وهناك محاولات من الاتحاد الايطالي لاعطاء الجنسيه الايطاليه لكامرونيزي، لكن هو في هذه المباراه قدر مدرب الفريق روما فابيو كابيلو القضاء على خطوره كامرونيزي في الناحيه اليمين، في حين تبديل اول لزاليتا اللاعب الارجواني بدلا من كامرونيزي. وشوف الحركه الجميله جدا من مدرب فريق فابيو كابيلو، بيصفق لاخراج هذه الكره، وبالتالي الروح الرياضيه موجوده ايضا. وهنا باتستوتا، الحل لدى باتستوتا اللي كان على خصام مع مدربه فابيو كابيلو الاسبوع الماضي بسبب تصريحات باتستوتا عن مدرب الفريق، هو فضح الاسرار، كان هناك اسرار وهناك مناقشات داخل غرفه الملابس. خرج باتستوتا فضح كل شيء، يا ساتر، وزعل منه اللي هو فابيو كابيلو، وكاد الامر يتطور الى اكثر، لكن تدخل اداري احتوى الموقف على اساس اللقاءات القادمه، وهذا اللقاء هو المهم. وما زال حبه الكرام تقدم روما بهدفين من امضاء توتي وكاسانو، وهدف وحيد لفريق اليوفنتوس، راسيه من ديلبيرو ملعوبه لناحيه اليمين، وتقدم لاميرسون، اميرسون لكن ملعوبه لكافو، كافو ضاغط عليه، ومحاوله من كافو و ديفيد، وقلع له النظاره، قلع نظارته الطبيه. هذا هو ديفيد اللاعب الهولندي، 180 مباراه 90 هدف، وكان لاعب سابق في لاتسيو الايطالي. وهنا تبديل اللي هو باتستوتا، باتستوتا تبديل بدلا من كاسانو. باتستوتا 33 سنه، 188 هدف، لاعب فورنتينا السابق، سجل هذا اللاعب يشاهد في الصوره 152 هدف مع فورنتينا الايطالي، ويظل هو اعلى رصيد اهداف بعد اللاعب باجيو اللي سجل اعلى رصيد تقريبا 190 هدف في الدوري الايطالي. باجيو لاعب بريشيا والنجم الايطالي، واللي جوفاني تروباتوني مدرب الفريق الايطالي ما زال يدفع ضريبة عدم اشراك اللاعب باجو في
نهائي كاس العالم 2022. محاوله ناحيه الجميل لامير سون، تضحيه الى خارج الملعب. يا سلام عليك يا امير. امير سون هذا هو اللاعب البرازيلي واحسن لاعب ارتكاز في العالم. أميرسون شوف الناحية الجمالية لناحية اليمين وانطلاقة ومحاولة وقوة أيضا، والتغطية عليها موجودة من مونتيرو إلى خارج الملعب وباتستوتا. ملعوبة كرة عالية ومحاولة رأسية من باتستوتا تتخلص من تورام لناحية اليمين، الضاغط عليه سارتور. سارتور هذا هو سارتور، شوف سارتور شوف قوة تقدم للناحية اليمنى للزيادة العددية، ارتكب خطأ لمنع تقدم فريق اليوفنتوس عن طريق الناحية اليسرى. فكر الفكر الكروي مطلوب في لاعب كرة القدم. اي نعم اللياقة البدنية مطلوبة، السرعة موجودة، الرشاقة موجودة، الفكر الكروي يظل هو اللي يقدر يعطي هذه المهارات وهذه اللياقة البدنية للاعب لتؤدي في المباراة أكثر عطاء. محاولة ناحية اليمين تضحية الكرة لكافو، وكافو لناحية اليمين ولكن التغطية عليها موجودة من بوفون. أصبح ركن الملعب أكثر إصرار من الفريقين في اللعب عن طريق الأطراف، وربع ساعة حبت الكلام مضى من أحداث الشوط الثاني. التقدم لروما بهدفين على اليوفنتوس في الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي. هذا هو توتي. ملعوبة كرة الى اقصى اليسار والتغطية عليها موجودة لناحية اليمين لناحية اليمين، شوف هذا هو فيرارا. فيرارا واكبر لاعبي اليوفنتوس 35 سنة. فيرارا محاولة لاقصى اليمين تتحيى الكرة ولكن تتخلص من مانتيرو. هجم مرتد لمطعم اليوفنتوس، محاولة من ندفيد، ندفيد ملعوبة كرة امامية لديفيرو ولكن توقيت سليم من انطونيوني. يا سلام شوف التحول من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية بسرعة قاتلة جميلة جدا. وما زلنا نذكر هدف الجميل، وشوف التمريرة الجميلة جدا من ندفيد لديفيرو ولكن توقيت يحسب ايضا لانطونيوني. ما زلنا نذكر هدف اللي هو ترام على الميلان بهجمه مرتده مشابهه للهجمه المرتده اللي شفناها من شوي. ملعوبه محاوله لاقصى اليسار واصبح هناك ضغط مونتيرو لديفيد، ديفيد لناحيه اليسار يحاول يعدي ديفيد ومحاوله لاقصى اليسار تتحيى الكره. ملعوبه كره عرض والتغطيه عليه موجوده من زبين اللاعب الفرنسي زبينه. أميرسون هجمة مرتدة لمصلحة روما لتوتي، توتي ملعوبة لناحية اليمين لكافو وانطلاقة من باتستوتا. ملعوبة كرة عرضية تتخلص من الكرة وهناك سافرة على أساس هناك راية وتسلل، راية وتسلل على باتستوتا. شوف فعلا باتستوتا في موقف، في موقف تسلل. الخط وضح أكثر. تاكيناردي لتورام، تاكيناردي تتخلص من أميرسون. هذا هو زلايتا اول تبديل لليوفنتوس. زلايتا تبديل للناحيه الهجوميه وهنا خطا لمصلحه اليوفنتوس. ندفيد هذا هو ندفيد 30 سنه، هو لغم. يا ساتر على ندفيد، هو لغم لكن لغم موجود خلف المهاجمين. اي كره لهذا اللاعب يا ساتر، ابدا قادمه ما تخطي الشباك. ملعوبه لاقصى اليسار محاوله لناحيه اليسار وانطلاقه ايضا لبرانديلي، برانديلي مر الكره اماميه لديفاي وديفاي غائب تماما عن المباراه، هو لاعب بورما السابق. كره أمامية ولكن التغطية عليه من كانديلا، كانديلا وانطلاقة من باتستوتا. ملعوبة في المنتصف لتوتي، توتي اللي رجع الخلف لصناعة الهجمات. ملعوبة كرة أمامية لباتستوتا يد حارس المرمى بوفون.
هناك تركيز من فابيو كابيلو على العمق الدفاعي بالنسبة لأليوفانتس. أليوفانتس هناك بطء في العمق الدفاعي اللي هو فيرارا ومانتيرو. وبنشاهد اللي هو توتي بيركز على لعب الكرات الأمامية داخل منطقة الجزم. ملعوبة لناحية اليمين لندفت، ملعوبة كرة عرضية محاولة رأسية ولكن تدخل إلى خارج أرض الملعب إلى ركلة زاوية من هذا اللاعب يشاهد بصورة زبينة. شوف المحاولة كرة عرضية وكان هناك ارتقاء من ديلبيرو ولكن زبينة. وشوف لا هذه ضربة جزاء هي فاتت على الحكم. شوف كان استناد من زبينة على ديلبيرو وهذه من ضمن الأخطاء العشر اللي يحتسب ضربة جزاء على المدافع. ضربة جزاء لم يكن متابع لحكم المباراة اللي بيقود حتى الآن مباراة جميلة وركلة زاوية لمصلحة اليوفنتوس ورجوع لباتيستوتا ليجيب ألعاب الهوية. ملعوبة كرة عالية للقائم الثاني محاولة راسية ولكن انتهت الكرة إلى خارج الملعب وركلة مرمى. تقدم كان من فيرارا مانتيرو. تبديل 20 دقيقة حبة الكرام ما زال فريق روما متقدم بهدفين على اليوفنتوس. ربما نشاهد تبديل ثاني لليوفنتوس. التبديل الأول لكامرونيزي بدلا عنه زاليتا. من ناحية اليمين محاولة لكافو وتقطع عليه من برندلي. تتهيأ الكرة لباتيستوتا. باتيستوتا وتورام رجع الكرة للخلف لأمرتون. من ناحية اليسار لليما. ليما ناحية اليسار ولكن تقطع عليه وتلقى من كانديليا. كانديليا ناحية اليسار وتورام ملعوبة كرة عرضية لتوتي. تسديدة أرضية ياه إلى خارج الملعب. شوف توتي كان يسجل الهدف الثالث.